في هذا البيت العربي العريق البسيط الواقع في قرية الجسرة الصغيرة الوادعة ولد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يوم 3 من شهر يونيو عام 1933 بعد اكتشاف أول بئر للنفط في البحرين وعموم دول الخليج العربية بعام واحد. هو الابن البكر للشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الذي حكم البحرين من عام 1942 إلى عام 1961. جده هو الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة الذي حكم البحرين من عام 1923 إلى عام 1942. تلقى تعليمه على أيدي كبار أساتذة التعليم في البحرين، فنال قسطاً وافراً من العلوم والمعارف والآداب والثقافة العامة، وأجاد اللغة الإنجليزية، كما شغف بقراءة كتب التاريخ والشعر والأدب ومطالعة الصحف والمجلات العربية والأجنبية، فاكتسب ثقافة عالية عمقت وعيه وفتحت آفاق مداركه. كان يحضر مجالس جده ووالده ويستمع إلى ما يلقى فيها من قصائد الشعراء وما يدور من أحاديث الساسة والأدباء ورجال الفكر والثقافة، فتكونت شخصيته مبكراً ونضجت في أجواء هذا الإرث العريق. في 5 يوليو عام 1958 عين ولياً للعهد، وكان عمره حين ذاك 25 عاماً. في 8 نوفمبر عام 1961 تولى مقاليد الحكم في البحرين خلفاً لوالده، وأقيم حفل مبايعته حاكماً للبحرين في 16 ديسمبر عام 1961 في قصر القضيبية بالعاصمة المنامة، حيث ألقى خطابه الأول إلى شعب البحرين الذي احتشد حول القصر معلناً البيعة والتأييد والوفاء. سنسعى ما وسعنا السعي لأن يكون عهدنا عهد رخاء وصفاء واستقرار وازدهار لهذه البلاد العزيزة. الحاكم المتواضع هذا هو السر فيه، كل ما في يده ليس له وللناس، يحب الناس ويعطيهم لأنه ما غره الدنيا ولا غره السلطان ولا غره الحكم. حقق منجزات تاريخية خالدة في الذاكرة البحرينية، ففي عهده أكملت البحرين استقلالها في 15 أغسطس عام 1971، وفي 9 يونيو عام 1973 أنجزت البحرين دستورها وباشرت بقيادته في إرساء دعائم نهضتها وتطورها، ولم يفوت أي فرصة لتوطيد أركان الدولة، فأنشأ الكثير من المؤسسات التنموية والخدمية، وجعل من ضمن أولوياته وضع الخطط لتنفيذ مشاريع إسكانية وصحية في كافة مناطق البحرين. في عهده أكرم الكثيرين ووزع الأراضي على كثيرين وساعد الكثيرين ويسر لمن لا يملك بيت أن يملك بيت، فبنيت مدينة عيسى. أسس المعاهد والكليات والجامعات وأولى اهتماماً خاصاً بالتعليم، تمثل في رعايته وحضوره السنوي لحفل عيد العلم الذي انطلق في عهده وتوليه شخصياً تكريم الخريجين والمتفوقين. تميز نظام حكمه وأسلوبه في القيادة بوجود تلك المؤسسة الشهيرة التي يمكن اعتبارها رديفاً لمؤسسات الدولة، لكن بخلوها تماماً من البيروقراطية والرسميات، إنها مجلسه العامر أو مجلس الشهر.